احنا في سؤال معانا من الاسئله اللي جت على الصفحه. اخت فاضله بتسال هل المراه الحائض ليس لها ثواب في احياء ليله القدر، او يعني ملهاش اجر زي اللي هيصلي في ليله القدر؟ لازم ننوه الى نقطه مهمه، ان العمل الصالح في ليله القدر لا يقتصر على الصلاه وقيام الليل وقراءه القران في انواع متعدده، لا يقتصر على ذلك. العمل الصالح عام، يعني إحياء ليلة القدر بالعمل الصالح ده عام، يشمل الذكر والدعاء، وده باب واسع. ولما سألت أمنا وستنا السيدة عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عرفت يعني ماذا أقول إذا أنا أدركت ليلة القدر، لو عرفت أي ليلة ما أقول فيها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وطبعا لا يخفى أن من يعني علينا جميعا أن من أهم ما ينبغي أن يكون عليه قلب العبد في هذه الليلة المباركة التضرع لله رب العالمين، أنه يجتهد في أنه يحضر القلب فيكون مع في حضرة الرب، وأنه في الحالة دي بيخلي القلب مما سوى الله، فالنظر يكون على مولاه جل في علاه، يعبد الله كأنه يرى. يعني استحضر هذا الحال في جميع الأيام والليالي اللي باقية دي، علي ربنا ينفحنا ويمنحنا ويعطينا ويجعلنا أهل اصطفاء فينتخبنا نكون من أهل إحياء ليلة القدر. خلي قلبك من كل سيء وقبيح، وحلي قلبك وجوارحك بكل حسن وصحيح، وفضل الله تعالى واسع ورحمته واسعة، إنه يجعلنا من المشمولين ومن اللي هيكونوا عمت عليهم وفاضت عليهم رحمات الله وبركات الله وعطايا الله الكريم المنان الحنان.